لمزيد من التفاصيل حول آخر تطورات المشهد السوري ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الكاتب والصحفي السوري زياد المنجد. أهلا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا. بالتزامن مع وصول قافلة 16 من مهاجري الغوطة إلى شمال السوري، إلى أي مدى تظن أن هنالك أمل لعودة المدنيين المهجرين، وما المصير الذي ينتظرهم في أماكن نزوحهم وتهجيرهم؟ يعني لا أعتقد أن من هجر وخاصة في ريف دمشق سيعود إليها، وهنالك كما قلنا منذ البداية إصرار على إفراغ محيط دمشق من أجل يعني التغيير الديموغرافي. رئيس النظام السوري قبل أيام أصدر المرسوم رقم 10 والذي يعيد تنظيم المنطقة ويطلب من الأهالي أو أصحاب العقارات أن يعودوا خلال 5 أيام لتحديد ملكيتهم، وهذا شيء مستحيل، وبالتالي فهو أمر مرسوم ومخطط له لتغيير ديموغرافي لصالح مخطط إيراني تسعى إليه حكومة طهران بالتعاون مع النظام السوري. في هذا السياق كانت الأمم المتحدة حذرت من انهيار المحاصرين في دوما، بحديثكم عن هذا التغيير الديموغرافي، لأي مدى بإمكاننا القول أن هذا هو السيناريو المتوقع في دوما، أم هنالك سيناريو آخر؟ يعني المقاتلين وسكان دوما يعون هذه المسألة، ولذلك نرى أن الإجلاء من دوما قد توقف لإصرار المواطنين وجيش وبعض فرقاء جيش الإسلام مغادرة أراضيهم، لأنهم يعلمون أنهم إذا غادروا دوما لن يعودوا إليها مرة أخرى، وبالتالي فهو عبارة عن اقتلاع جذري لسكان المنطقة والتغيير الديموغرافي كما قلت لك، وبالتالي فلا يوجد بصيص أمل. نحن نعلم أن دارية والمعظمية وبعض المدن الأخرى التي غادرها سكانها ولم يعودوا إلى الآن فارغة، ولم يسمح لأي منهم أن يعود إلى بلدته، فهذا يعني إجراء يعني متخذ وتجري الأمور لتحقيقه في المستقبل القريب. على الصعيد العسكري، فصائل المعارضة شكلت في شمال حمص وجنوب حماة شكلت جبهة موحدة لمواجهة النظام، إلى أي مدى تظن أن هنالك حظوظ لقوات المعارضة لاستعادة سيطرتها من جديد بعد التقدم الأخير الذي أحرزه النظام؟ يعني للأسف الشديد أن هذه الفصائل يعني لجأت إلى التوحد بعد فوات الأوان. كنا نتمنى من بداية الثورة أن يكون هنالك اتفاق بين الفصائل ليقاتلوا يعني صفا واحدا هذا النظام الذي يعني استخدم السلاح لقتل شعبه، ولكن للأسف الشديد في شمال حمص وجنوب حماة ما تسيطر عليه المعارضة هي بلدات صغيرة ومحاصرة، وبالتالي يعني نتمنى أن يتوفقوا في الصمود بوجه النظام، ولكن لا أعتقد أنهم أمام الجبروت الروسي والاستخدام الأسلحة المتطورة وتجريب روسيا ل200 صنف من الأسلحة في ساحات سوريا يستطيعون الصمود. هنالك في مقررات أنقرة التي ضمت كل من رئيس روسيا وإيران وتركيا، هنالك قرارات، هنالك إصرار كما تسرب من هذا الاجتماع إصرار على إنهاء الوجود المسلح في المناطق التي تسيطر عليها روسيا وإيران، وتوحيد الفصائل في المناطق التي تسيطر عليها تركيا على أن تكون تحت أمرة تركية. لقد انتهى العمل المسلح ضد النظام بإرادة دولية وليس بإرادة محلية، إنما إرادة دولية وتواطؤ أمريكي روسي وعالمي من أجل إجهاض الثورة السورية. كيف سينعكس ذلك على الأوضاع الإنسانية، على الأوضاع الميدانية، وأين الثورة السورية إذن؟ إذا يعني إذا صحت هذه النتائج التي تحدثت عنها بخصوص القمة التركية الروسية والإيرانية،
يعني الثورة السورية للأسف تآمر عليها العالم بأجمعه، وتآمرت عليها الدول الإقليمية قبل الدول العالمية، وأجهضت الثورة. عندما تدعم الدول الإقليمية فصيلا ويأتمر هذا الفصيل بأمرها، وبالتالي لا يمكن أن يتحرك إلا بإذن هذه الدولة الداعمة. هنالك إصرار دولي على إنهاء النظام، على الثورة السورية واستمرار النظام. النظام السوري لا زال لديه مهمات يجب أن يقوم بها، وبالتالي لا يمكن أن ينتهي هذا النظام إلا أن يقوم أو ينجز المهمات التي أوكلت له، وهي تقسيم سوريا وإنهاء الوطن السوري. نبقى في الشأن الميداني أيضا، هناك تضارب في التصريحات بين الرئيس الأمريكي الذي يقول أن قوات بلاده ستنسحب من سوريا، وبين ثم عاد ليصرح من جديد بأنه تم تمديد بقاء هذه القوات. من جهة أخرى يصرح بنتاغون بأن ترامب لم يحدد أي جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. برأيكم ما هو سبب هذا التناقض في على مستوى تصريحات لدى واشنطن، وهل ستنسحب فعليا من سوريا؟ يعني للأسف الشديد أمريكا هي الدولة العظمى الكبرى أو الوحيدة في العالم وأقوى دولة في العالم، ولكن يرأسها رئيس تاجر، هو رئيس يتاجر بقواته، وأصبح الجيش الأمريكي كشركة بلاك ووتر الأمريكية التي تعمل بالمال. نحن نعلم أنه قرر قبل أيام سحب القوات الأمريكية من سوريا، ولكنه اشترط عن لبقائها أن تدفع بعض الدول الإقليمية المال لتغطية نفقات هذه القوات، ويبدو أن هذه الدول وافقت. أشكرك جزيل الشكر زياد المنجد، الكاتب والصحفي السوري، كنت معنا عبر سكايب من لندن.